إذا بتعرفي معناتها ليش عم تسأليني؟ رح أقول له لأبهي شو مخططة أخته، رح أحكي له كل شي بدها تساويه أخته ورفيقته، يعني أنتي. مبين عليكم ناس محترمين كتير بس قلبكم مليان حقد، أنا لازم أقول له هذا الشي. ما فيكي تروحي تقولي له. ليش ما فيني؟ ما عم بطلب إذنك. عم قلك وبس، منعيني إذا فيكي. رح قلك لآخر مرة ما فيكي تشوفي. وليش لا؟ ليكي في سيارة عم تطير. وينها؟ شو جنيتي انتي؟ ليش السيارة بتطير؟ روحي ارتاحي شوي وتركي كل شي علي.